معي الأستاذ الدكتور نبيل نور الدين عبد الله رئيس الجامعة، سعادة الأستاذ الدكتور أنيس شيحة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الزميل العزيز والأخ الفاضل الأستاذ الدكتور محروس محمود عميد كلية التربية الرياضية، الزملاء والأساتذة الأفاضل عملاء الكليات، كتب أديب السودان الأشهر الطيب صالح منذ سنوات رواية موسم الهجرة إلى الشمال، ومع تألق جامعة سوهاج في ظل قيادتها الرائعة نحن نعيش هذه الأيام موسم الهجرة إلى الجنوب، موسم الهجرة إلى جامعة سوهاج. هذه لحظة من اللحظات التي يتجلى فيها معنى قوله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وبينما كنت أجهز هذه الكلمة الفجائية خطر على بالي بيت شعر يصف رجلا عربيا اسمه خراش، خرج ليصطاد ظبيا فلم يجد ظبيا واحدا وإنما وجد ظباء لا حصر لها، فقال: تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيبه. العمل في ظل هذه القيادة، قيادة الأستاذ الدكتور نبيل نور الدين عبد الله رئيس الجامعة، السادة النواب الأفاضل، هذه الكوكبة الرائعة من العمداء التي قل أن تجتمع في لحظة تاريخية واحدة، هذا العمل في هذا الجو لا يحتاج إلى رئتين وإنما يحتاج إلى 4 رئات على الأقل. شكرا لسعادة الأستاذ الدكتور نبيل نور الدين عبد الله الذي أتاح لنا هذا المناخ وهذا الجو الذي يدفعنا يوميا إلى العمل والإبداع والتفاني. أشكر زملائي الأفاضل في لجان التحكيم الذين أشرفوا بالكلام بالنيابة عنهم، أشكر زميلي الفاضل دينامو جامعة سوهاج الأستاذ الدكتور محروس عميد كلية التربية الرياضية، والمبدع المتألق الدكتور هاني جعفر مسؤول الحاجات الكثيرة اللي قالها الأستاذ رشاد الشامسي. أرفع القبعة بشكل خاص لإدارة رعاية الشباب المركزية في جامعة سوهاج. هذه الإدارة أنا أراها تعمل على مدار الساعة 24 ساعة، أي وقت نطلب في أي وقت دائما موجودون ودائما يعملون. إن شاء الله جامعة سوهاج في ظل كل التحديات وكل التغيرات وكل الأزمات ما زالت تتألق وما زالت تواصل التألق. من محاضرة أيام فقط قضيتها هنا، محاضرة في كلية العلوم، إلى أسبوع ألعاب بيئية، إلى نشاط في كلية التربية في كلية الآداب، واليوم يختتم الملتقى القمي للعروض التقديمية. أنا رأيت في يومين أجمل ما يمكن أن يرى في مصر، شبابها وأبنائها الذين سوف يصنعون مستقبلها بإذن الله، ورأيت أساتذة يتجاوزون حدود الواجب الوظيفي ولا يسألون عن بدلات ولا عن مكافآت ولا عن أي نوع من أنواع التقدير، وإنما يعملون لأنهم يحبون هذا العمل. شكرا لهذه الجامعة التي أفخر بالانتماء إليها، وشكرا لثقة إدارة رعاية الشباب، وشكرا لقيادة الجامعة الرائعة، ودامت جامعة سوهاج دائما ظهرت جامعات مصر. شكرا لكم جميعا والسلام عليكم.